النقابي خلال انعقاد الهيئة الإدارية الجهوية لاتحاد الشغل بجابس يشرف الأمين العام المساعد بوعلي المباركي ليأكد أن الاتحاد ماضي قدما في الإضراب العام المعلن يوم 24 أكتوبر الجاي رغم اللقاء اللي يجمع رئيس الحكومة بنور الدين الطبوبي. المشاورات ما زالت متواصلة، العمل على من كل الأطراف الحقيقة في اتجاه الوصول أو التوصل إلى اتفاق جنبنا الدخول في إضراب يوم 24 أكتوبر. احنا خذلنا هذا القرار، فعلنا هذه الدليل الوطني هذا القرار، وهو قرار اضطراري باعتبار تعطل المفاوضات وما عادش ثم السبل كلها تسدت. نطمح إلى أن نصل إلى اتفاق. المشاورات هذه هي تسهيل العودة إن شاء الله، نعود إلى المفاوضات من جديد. نحن مدينتنا باش نتفاوضوا باش نوصلوا لاتفاق، واعتمادا على محض الاتفاق الممضى في نوفمبر 2017 باعتبار ثم مفاوضات باش تجرى بين الاتحاد والحكومة للزيادة في القطاع العام والوظيفة العمومية وفي القطاع الخاص. القطاع الخاص وصلنا لاتفاق وأمضينا هذا الاتفاق، ما زلنا ننتظر القطاع العام والوظيفة، وأول مرة حقيقة نوصل لاتفاق بين القطاع الخاص قبل القطاعين الوظيفة العمومية والقطاع العام. إن شاء الله نوصل.